ككل يوم جمعة والدة المرحومة آية التي توفيت مؤخرا، كل فن سعد المجرد تألم لوفاتها، وكذلك سعد وكل من يعرفها. اليوم أم آية ذهبت لزيارة قبر ابنتها، وإذا بها تتفاجأ أن القبر تم بناؤه من شخص مجهول، الاسم مكتوب عليه آية من القرآن الكريم، وكذلك مكتوب عليه قبر محبوبة سعد. بعد انتشار الصورة في المواقع التواصل الاجتماعي، الكثير قالوا أن فن سعد هم من تكلفوا ببناء القبر، والبعض الآخر قال أن سعد المجرد هو من قام ببناء قبر الطفلة آية. أيا كان، قد قام بهذه المبادرة الطيبة، جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم. وكانت الطفلة آية قد توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل أشهر، ما أثر على وضعها الصحي بشكل كبير وأدى إلى نقلها على وجه السرعة صوب المستشفى إلى قسم الإنعاش ومكوثها تحت المراقبة الطبية. وكانت الطفلة آية تعاني من فقر الدم حاد وصعوبة في التنفس، الأمر الذي أثار قلق أسرتها ومحبيها، خصوصا وأن إصابتها بالفيروس اللعين كانت في مراحل متقدمة، ما أثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي والرئتين.